ثقافه الحوار. معظم، مش عايزه اعمم عشان الناس ما تزعلش مننا، بس في ناس او في رجاله ما عندهاش ثقافه الحوار، ان انا اقعد مع البنت اللي انا مرتبط بيها واعرف هي متضايقه من ايه، انت ايه اللي مضايقك، ما بيتقبلش اصلا ان هي تنتقده او تقول له انت عملت كذا وغلطت في كذا. فهو لو اتكلمت معاه وقالت له كذا هيقول لها لا انت على فكره سطحيه جدا، انت بتصغري مخك على اطفال الاسباب، انا بتعامل بالموضوع ده عادي جدا بطبيعتي، انت بقى اللي بتصغري مخك على كل حاجه. فهي سبب من اسباب ان هي بتقول كلمه مفيش اصلا ممكن يرجع لان مفيش ثقافه ولغه حوار ما بين الولد وما بين البنت. فهي بتكبر دماغها بان ان احنا مش ملايكه، احنا عندنا عيوب، ممكن تكون فعلا في حاجات كتيره مستفزه في البنات. أيوة. لكن احنا من نوع اللي بنحتوي او بنبقى البنت اللي مش عايزه تعمل مشاكل بتكبر دماغها. فلما بيجي يسالها يقول لها ما فيش، هتقول له ما فيش، فهي بتقول خلاص هعدي، يمكن ما يعملهاش تاني، انا عندي مشكله معاك في الحته دي. انا عندي مشكله معاك في الحته دي حتى في طريقه الرد، ان انت ممكن لو عندك مشكله مع اي حد ممكن تقول ما في، لا ممكن تقول ما فيش بس باسلوب كويس. يعني ممكن اقول لا عادي ما فيش حاجه، خلاص ما فيش مشكله، هنا هتقبل الموضوع بالعكس هحاول اصالحك. لكن لما يكون الموضوع لك مالك تقولي ما فيش، لا هي بتتقال كده اصلي ما في، لا ما هو اغلبيه البنات لا اغلبيه البنات لا وش الكفار ده بيتلبس دايما، انا شايف كده يعني دايما ايه، لا دايما تحس ان في مشكله دايما في التعبير في الوش والطريقه والاسلوب يعمل بيكون دايما ايه، بس ما بتبقاش شعر انت 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 هي ما بتبقاش عامله كده. مالك يا حبيبي؟ تحسسك ان مش بقى ما هم ما علشان لا. بس اصل هم هيمسكوا فيها، انا عارف مش مشكله. لا لا على فكره في اللي ممكن بيبقى يعني زياده شويه، وفي برضو اللي بيبقى زعلان او بيبقى بيبين غضبه او بيبين ان هو ما فيش دي بحديه قوي، ان هو بتكشيله حتى. ده مش حاجه على فكره يا جماعه، على فكره الموضوع بمنتهى البساطه، الموضوع لو انت تسهلت شويه في حاجه مره وانا تسهلت مره شويه في حاجه مره، الامور بعد كده هتمشي لوحدها، احنا بس اللي بنحب نصغر دماغنا قوي. انا في بدايه كلامي قلت انه هي لما بتبقى بتقوله ما فيش ممكن يكون غصب عنها وشها باين لانه المود بتاعها بيبقى متضايق، هي بتبقى عايزه تكبر وتسكيب النقطه دي وتعدي وتروح للي بعديها، بس غصب عنها مودها بيسيطر عليها ان هي متضايقه، فما بتقدرش تضحك يعني، هي بتقول ما فيش. احنا ليه بقى اصلا ندوخ بعض ونبقى في غموض وما يبقاش في وضوح المشاكل؟ اصل انا هقول لك حاجه، المشاكل بتكبر، احنا واضحين يعني، خلي بالك انتوا غامضين. انت عارفه الموضوع لما بتقولي ما فيش ايه اللي بيحصل، انا بفضل افكر فدماغي تفضل شغاله فاتعصب، فالموضوع من جوايا لو هبقى بتلكك لك على اي حاجه. يمكن لو سالتها تاني مره تقول لك، على فكره بنسال بعد 100 مره خمس مرات لازم 50 مره مقارنه، بس انتوا بتبقوا مستنيين ان احنا لا خالص ممكن تقول احنا انتوا بتبقوا مستنيين ان احنا نعرف اللي في دماغكم بتلقائيه. انتوا بتبقوا ساعات انت لسه قايله انتوا بتزعلوا من حاجات ممكن تبقى بسيطه احنا ما ناخدش بالنا منها.